احتشد آلاف المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير في القاهرة رمز ثورة 25 يناير للمطالبة برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد. أحد المتظاهرين صرح قائلا: دلوقتي احنا انتخبناهم عشان يوفر لي الأمن، يوفر لي الغذاء، يوفر لي الكهرباء، يوفر لي الغاز والجاز والبنزين والحاجات دي كلها، الحاجات الاحتياجية بتاعت الإنسان الطبيعي خالص. هو دلوقتي جاي بعد سنة، بعد 3 سنين من الثورة وسنة من حكمه، ما وفرليش أي حاجة، ما عملش أي حاجة، يبقى احنا لازم نسكت؟ لا، لازم نسكت. الإخوان كلهم مش مرسي بس. المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري تجمعوا أيضا في عدة محافظات مصرية بينها الإسكندرية والسويس وبورسعيد تلبية لدعوة حركة التمرد التي أعلنت أنها جمعت أكثر من 22 توقيعا على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي.